Hello, welcome again to a new lesson, page 30, منهج ويكان number 2, words, كلمات. طيب عندنا اليوم درس صفات كيف نصف اليوم والجو. It's sunny today, إنه يوم مشمس اليوم. What's the weather like today, كيف الجو اليوم. It's cloudy today, الجو مغيم. It's rainy day, الجو ممطر. It's snowy today. إنه يوم تهطل الثلوج. أو it's cloudy, يوم مثل, لا أستطيع أن أقول مثلج, ولكن إنه يوم يعني الجو ينزل ثلج. It's windy today, يوم ذو رياح قوية. Windy, رياح قوية. طيب نحفظ الصفات هذه: sunny مشمس, snowy مثلج أو في يهطل ثلج, cloudy مغيم أو غيوم, rainy ممطر, و windy ذو رياح عالية أو اليوم would say هبوب أو لا, الهبوب رياح لطيفة, أما windy فهو رياح قوية. طيب انتهى الدرس, شكرا لكم ونشوفكم بالدروس القادمة إن شاء الله.